كم هذا ممتع! أحدهم يحتاج مساعدتك أيها الخارق. يبدو أن الصغير أصيب بالزكام. هذا الصغير يحتاج وشاحاً وقبعة. أعتقد أنهما عند ماسيمو. يمكننا أخذهم ونحن في طريقنا. أوه لا! أيها الخارق، توقف! ستعلق هكذا! الشارع مليء بالثلوج. عليك إيجاد طريقة لإذابة الثلوج. شاحنة مقلاع مدهش. نعم، لقد نجحنا. ماسيمو، من فضلك أعطنا الوشاحة والقبعة للصغير. هنا حذرين أنتما الاثنان. هذا الشارع مغطى بالجليد. إذن تحتاج تحولاً جديداً. نعم، شاحنة كأس الشفط الخارق. لننطلق لإنقاذ الصغار. أوه لا، الأطفال الثلاثة أصيبوا بالزكام. أيها الخارق، علينا أن نلبسهم بسرعة. لكن كيف نفعل ذلك؟ ثلاثة آلاف هي الجواب. واو، لقد استنسخت أمبر. الآن يمكننا أن نلبس الصغار بسرعة مضاعفة. نعم، لقد نجحنا. الصغار يشعرون بالدفء مجددا. وها نحن معك يا صديقنا الثلجي الجديد. عيد ميلاد مجيد أصدقائي. هل هذا من أجل عيد ميلاد صني؟ يبدو أن أحدهم يحتاج مساعدتك أيها الخارق. أحضر الكب كيك لعيد ميلاد صني من فضلك. بيري غاضب لأنه لا يحصل على هدايا. بن وليلي منعا بيري من سرقة الهدية. هل أحد الصغار مفقود؟ Mm-hmm.
لابد أن نبري في المتاهة. حان وقت التحول أيها الخارق. تحقق من منطقة العمل. عليك التحول مجددا أيها الخارق. أسرع أيها الخارق، أوقف. سوف تشارك صني هداياها معك. حسناً، هل تعطلت الموسيقى؟ هل تريدين اللعب مع بيري؟ كونوا لطيفين دائما وتعلموا مشاركة الأشياء مع أصدقائكم. مرحبا يا رفاق، تعملون بطاقة عيد ميلاد كمفاجأة لبوبي؟ أحدهم يحتاج مساعدتك، عليك الذهاب للبيت حالا. إنه ماسيمو. على الجميع أن يتجمع لمفاجأة عيد ميلاد بوبي. بوبي في طريق العودة الآن. هل يمكنك إحضار البطاقة والهدية كار؟ أسرع، لا نريد أن تضيع المفاجأة. واو، أزمة مرورية خانقة. هذا سبب المشكلة، إشارة المرور متعطلة. ربما عليك أن تتحول أيها الخارق. تشو، لننطلق لإحضار بطاقة عيد ميلاد بوبي. حفلة بوبي ستكون مبكراً تام. القطار الخارق سيحضر البطاقة وتذكرة ركوب المنطاد الهوائي. مسار القطار ينتهي هنا.
المروحية الخارقة. أحضر التذكرة. لننطلق إلى الشاطئ. أسرعوا جميعاً، وقعوا على البطاقة. أولا، أيتها المروحية الخارقة، افعلي شيئاً. الحمد لله. مفاجأة. عيد ميلاد سعيد بوبي. شكراً لمساعدتك اليوم أيها الخارق. حفلة رائعة لبوبي. استمتع بالكب كيك. واو، هذا مذهل. أحدهم في مشكلة أيها الخارق، عليك الذهاب حالاً. اليوم الصغار سيتعلمون عن مهن المستقبل. أيها الخارق، عليك إيقافه. مسكين يا صغيري، لحسن الحظ أمبر هنا للمساعدة. وها أنت تنهضين أيتها الصغيرة. بن متعاون دائما. أيها الخارق، عليك الإمساك به. نعم، فريق دوريات الشرطة. الآن توقف حالاً أيها صغير. صغيري، أليس من المفترض أن تتعلم عن مهنتك المستقبلية؟ الأطفال يبقون أطفالاً. أيها الخارق، ساعدنا. هي
أها. أها. أولا. لا بأس يا صديقي، الخارق سيقوم بإنقاذك. صغيري اقفز على الخارق، هيا يا صغيري يمكنك أن تكون البطل. اقفز، حان وقت استخدام استي 3000. أحسنت عملاً أيها الخارق، أنقذتنا اليوم. إذن يا صديقي الصغير، هل قررت ماذا ستكون عندما تكبر؟ تريد أن تكون بطلاً خارقاً مثل الشاحنة الخارقة؟ لم أتفاجأ باختيارك مطلقاً، اختيار رائع يا صغيري. جاهز لتحطيم هذا الجدار أيها الكسار الخارق؟ واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! واو، إنك قوي جداً! أحدهم يحتاج مساعدتك، عليك التوجه للبيت فوراً! عليك الإسراع يا صغيري، وإلا ستفوتك الحافلة! أين ذهب الجميع؟ السيارة الصغيرة لم تلحق حافلة المدرسة، كيف سيصل إلى مدرسته؟ هل يمكنك المساعدة كار؟ واو، إنها ساعة الذروة وهناك أزمة مرورية. لابد أن السيارة الصغيرة في مكان ما أمامك، هل تراها أيها الخارق؟ عليك أن تتحول بسرعة لتجده قبل أن يتسبب بحادث. تكون السيارة الصغيرة. ربما كيري رأت السيارة الصغيرة. لا تقلق يا صغيري، سيارة الشرطة الخارقة ستجد طريقة لإيصالك للمدرسة. واو، إنك على السطح أيتها السيارة الصغيرة، إنك تطيرين مثل العصفور. إنها ساعة الذروة يا رفاق. لا تكن خجولاً يا صغيري، يمكنك الانضمام للآخرين، ربما هذا قد يساعد.
لقد نجحنا. الموسيقى جعلت السيارة الصغيرة تشعر بالتحسن. شكراً لمساعدتنا اليوم أيها الخارق. أنت تعرف دائماً كيف تحل جميع المشاكل.